مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم والله التيشيرت حلو عز صح؟ الوانيت حلو والله. محمد عز قال التيشيرت حلو الوانيت الوانيت حلو والله. ايش رايك فيه؟ واحمر بعين احمر واحمر بعين. قالوا لي بصباح اليوم يعني ما غرج ما غرج الدكتور محسن فلبس اي لا بصباح وانيت احمر. التحية لمشاهدينا. اليوم حلقتنا بالتأكيد سنتحدث فيها عن مباراة الأزرق الهامة والمصيرية المؤهلة لكأس العرب إن شاء الله باكر. دعواتنا بالتأكيد لمنتخبنا بالتوفيق واللاعبين وأبطالنا، وإن شاء الله كلنا ثقة فيهم إن شاء الله يتخطون هذه المهمة. نرحب بضيوفنا ومحللينا على اليمين مدربنا الوطني محمد كرم. أعتقد الزحمة صايدة أخونا العزيز الدكتور محسن العنزي، إن شاء الله راح ينضم لنا أول ما يوصل. على اليسار مدير منتخبنا الأسبق منصور التنيب، وبجانبه مدير منتخب الشباب الأسبق محمد العدواني. مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا فيكم. أبو علي اليوم ناقصنا باك يمين ترى أنا أقدر ألعب. لا أنا ما أعطي كتف غاني شايلة لأن بصرخ عليه وبصرخ عليه فبعطي كتف. اللي حاب يشاركنا أرقام هواتفنا موجودة على الشاشة. نشكر كل من يتواصل معنا. وصل حتى تكلمتك تو تكلمتي. لا طبعا وصل. هلا هلا والله. الحمد لله. عين ما فات الشات في المعطيه. لا شتف شتف شويه. هلا دكتور. حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. يا سلام دكتور. شكر لرعاتنا وداعمين شركه ونرز العالميه معقمات هاجيم يابيرين. شكر لاطياب المرشود. الشكر لشركه غرب الخليج العقاريه. شكر لمركز عبد الله تقي الاقمشه. شكر لنظارات كيفان. شكر لأمل الكويت. شكر لدير اندير. شكر لمعرض أسد الملابس الرياضية. شكر لمنتجع سراييفو. وشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس. إذا شوف إذا لسه إعلان شيء يوعان يعني يوعان. لا إذا يوعان يقول كل الشركات. لا إذا يا أول شيء السبعينات. إذا يوعان السبعينات. لا مشبعيننا السبعينات جزاهم الله خير ودائما اهل كرم. بدايه قبل لا نبدا ايضا رحبتي. لا يا الله. بدايه طبعا الامور الاجتماعيه واجبه. اول شيء تعزيه وبعدين تهنئه. التعزيه لاخونا العزيز عصام جعفر نائب المدير العام للهيئه العامه للرياضه سابقا بوفاه شقيقته. نقول عظم الله اجرك يا اخوي ابو جعفر ولأسرتك الكريمة بالتأكيد، ونسأل الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته. التهنئة لكل أولياء الأمور اللي احتفلوا بتخرج أبنائهم من الثانوية العامة وأنهوا الامتحانات والله الحمد. ما طلعت نتائج. إيه يعني المهم إن خلصت الامتحانات. خلصوا امتحانات. لا لازم. خلصوا امتحانات ولا زحمة دار خامس ليش؟ كل راح إلى فينيوز. كلهم بيصورون بروب النجاح. زين خلصوا معود نفسيتهم. والله يا صغار. نفسية. طبعاً أنا بصفتي يعني عندي اثنين من أولادي ثانوية عامة. ما شاء الله خلي. بارك لك. بارك لك والله. خلصوا. يعني ما تتصورون المعاناة. يعني والله. شهرين. نعم. يعني احنا دائما نعاني تقريبا اسبوعين 10 ايام. فعلا شهرين مروا علينا جحيم في البيت. نعم. والله يعني تخيل من شهر 3 لان الله والله يا ابو سعود من شهر 3 من شهر 3 واحنا حاطين مدرسين على حسابنا الخاص. اي صح عادل يعني والمدرس ياخذ على مبلغ وقدره مبلغ وقدره مبلغ كبير يعني إيه بعد ومن شهر 3 تبي بعد مدرسين حساب الحكومة بعد لا بس ما تجي المدرسة تعطيني أونلاين دروس وبعدين تقول امتحانات ورقية امتحانات ورقية صح لا جنون هذا جنون محصلة ما كانت اللي سووه هذا شيء جنون يا بس مصباح الورقية مبلغ وغدر الورقية بس عطني ورقية لا اشتغلوا عيالي يردوا له الفلوس اي طبعا مسجل مسعود منصور الطيب لا نفسيا يتأثر ولا شيء كله قش براشيم وقش اكيد برشام مبكر اقول لك مسعود محمد قصده ان عمليه التيمز نعم زي ما كان يعني التعليم او المعلومه بالمستوى المطلوب لما يكون على معاك المدرب بالحضور وكذا وهذا زين غير هذا يا طول العمر احنا كولي امر وده ولده يكون دائما يجيب صحيح. يجمع اعلى درجه صح. يعني شنو يبي الولد قاعد يجيب له سواء فيزياء كيمياء رياضيات نعم. جميع المواد
فتبي صدق انا بيوم من الايام عانيت المعاناه هذه مع عيالي انا. نعم. صراحه اقول الله يعين الله يبارك لك فيهم ان شاء الله. الله يبارك لك كل اولياء الامور اللي احتفلوا بتخرج ابنائهم. لا انسى اخونا العزيز حمد حربي ايضا هداف العرب تخرج ولده ايضا فهد. مبروك يا ابو فهد وان شاء الله تهنئه لجميع اولياء الامور. خلنا نبدا حلقتنا بحدث مهم جدا صراحه. الحدث أثار جدل. أنا ما أدري مدى قانونية اللعبة ومدى قانونية الهدف لكن أثار جدل ويعني ما أدري صراحة إذا أحد من الحكام يشوفنا ويتابعنا ممكن يكون له رأي آخر. طبعا نتكلم عن هدف البرازيل الأول هدف التعادل اللي سجلوه في مرمى كولومبيا. كانت البرازيل مغلوبة 1-0 بهدف رائع خلينا نقول دبل كيك. أي والله الجميل. ثم تعادلوا البرازيل بهذا الهدف اللي بنشوفه مع بعض. وبعدها في الوقت القاتل في الوقت الضايع كازيميرو نعم كازيميرو سجل هدف الفوز. خلينا نشوف الهدف المثير للجدل اللي على اثره وقفت المباراه يمكن 10 دقائق تقريبا عطى الحكم وقت ضايع لان الحارس الكولومبي اوسبينا ما كان راضي يلعب المباراه معصب على قرار الحكم. الحكم راح الفار قالوا له جول يعني كل الامور مو بس يعني حتى كوترات وهذا اللاعب نعم. ما يبي يلعب شنو انا ما خلينا نشوف اللقطه مع بعض وبعد ذلك سنعود. فاول وصباح عنده رأي قانوني أو رأي فني انت تقول جول. أنا أقول جول. ليش؟ لأن الكرة ضربت الحكم راحت في اتجاه مرمى البرازيل ما راحت يعني ما صارت خطرة. مرمى البرازيل مرمى كولومبيا. شو مرمى كولومبيا اللي دش على مرمى كولومبيا اللي هو بس باتجاه الفريق شو اسمه اللي قول. قصدك أنت الكرة راح كرة برازيلي قبل ما تضرب. أنا يمكن ما قبل ما تضرب الحكم كرة طالعة من رجل لاعب كولومبي برازيلي ردت حق لاعب برازيلي عدل. وأنا ما أتوقع إلا صار فيها شيء يعني. إيه هو الله يعني هو شنو يقول لك إذا 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 الكرة طلعت من لاعب كولومبي حاشت الحكم راحت حق لاعب برازيلي يفترض إنه يوقف. أنا شايف اللقطة هذه ورد حق لاعب كولومبي إيه عدل بس إنه ما دام إنه طلعت من برازيلي ضربت الحكم وردت حق لاعب برازيلي أتوقع إنه المفروض يكون هذا. غير هذا أنت قلت إنه رجع حق الفار يفترض ما رجع الفار اللي خاطبه اوكي خاطبه يعني اعطى القرار الصحي يفترض حتى الكره راحت باتجاه منه باتجاه لاعب برازيلي لاعب برازيلي وطالع من البرازيلي عدل يعني ما راحت ما طقت لاعب ما لعبها بلاعب كولومبي راحت برازيلي او العكس. هذا 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 اللي شفته انا مره بالدوري الاسباني والله ما ادري اي دوريات انها كانت في مع لاعب فريق حاش الحكم راح الفريق الاخر صفر الحكم وقف هذا ردها الى نفس اللعبه لان استفاد منها الفريق الاخر. بس اذا البرازيلي حاش الحكم وردت البرازيلي اتوقع وصارت القانون الجديد تحوش الحكم يتكلم على القانون كامل ان الكره من تحوش الحكم يوقف الكره يوقف اللعبه ويلعبها تاكيدا على كلامنا ابو بدر. زين اعتقد في تصفيات اوروبا هذه صارت اعتقد صارت في نص الملعب طلعت من لاعب طقت الحكم وراحت باتجاه لاعب ثاني صح وكملها لا وقفها نفس اللاعب ايه لا نفس الفريق ولا فريق ثاني. صباح القانون يقول اذا طقت الحكم توقف بس توقف ما ادري وتصير لا بالصباح وتصير اسقاط وتصير اسقاط حق الفريق اللي كان اللي مستحمل الكره عند الكره بس تصير اتوقع اذا الخصم مختلف اتوقع يحل الجدل واحد من الحكام هذه حلوه رايح الكره حق لاعب كولومبي هذه ما يحلها لك الا واحد من الحكام ربما وبعدين ما هي خطره يعني ما هي خطره جول ما هي منها شو اللي مو خطره يعني طقت وردت يعني يقدر ينظمون نفسه مره ثانيه لا جول اعتقد الجديد انه توقف اللعبه لا الجنب رفعها يعني الهجمه حق مثلا حق البرازيل يصير صغار توقف اللعبه صغار بس حق البرازيل اعطيها البرازيل اي طيب هم محتاجين هذه لقطه هذا يبي الحكم سود يبي الحكم يحلها لنا. قبل لا اروح ايضا لوعود للشان المحلي بالتاكيد لابد ان نهنئ المنتخب المجري على الاداء الكبير اللي قدمه امام المنتخب الالماني ويعني محظوظ اي اداء اثنين اي اداء شنو هذا شجع المانيا اي شنو المجري حرام يتعادل اصلا حرام المفروض يفوز
حرام انتم تتاهلون صح، حرام انتم منتخب المانيا حرام يتاهل. سعود حرام انت شفت مع فرنسا مدقوقين سعود، انت شفت شفت الترتيب شفت التنظيم. لا بس انت شفت ولا ما شفت؟ بس اقول لك شغله، نوير ما كان في يومه صراحه يعني الجول. أو شوف اول مره يلعب المنتخب الالماني مع البرتغال جولين اعطوكم اياهم هديه لاعبين البرتغال. سعود اول مره يلعب المنتخب الالماني دفاع ثلاثه، لعب طريقه ثلاثه اربعه بس ما كان زين محمد، ما كان زين اصلا. ايش ابو صباح؟ ابو صباح ايش مشكله المانيا؟ مدربهم بالضبط. هذا قضيه ثانيه، مدرب قضيه ثانيه. عموما يعني ايضا اذون ربع كريستيان هداف العالم، ما ادري هداف تاريخي وهداف وهداف بطوله الحين 5 اجوال خله هو الحين مستانسين وصل حق علي داي 3 بلنتيات المشكله كل اجواله بلنتيات بيطوف. والله يا جماعه ما يصير يا ربع كريستيان، والله ما يصير. حط احصائيه، حط احصائيه، شوف اهداف كريستيانو وشوف اهداف ميسي. ترى اهداف كريستيانو 780 ما 81 هدف، 139 هدف منهم بنالتي. تعلم ولا ما تعلم؟ ما تعلم. مستانس على كريستيانو والنصائح. لا عزيز لا لا عزيز لا, لا, لا يا حبيبي قارن. لا لا عزيز لا ميسي 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 199 هدف من بنالتي. عزيز الكرسي هذا في هذا 199 هدف. تغير مكانك، تغير رايك والله العظيم، تغير مكانك تغير رايك. هذه احصائيه ارقام. مو انت شفت الجنب اللي سواه امس كريستيانو؟ عمره 36 يصعد هالجنب هذا؟ شنو يعني؟ والله عزيز غير كرسيك، تغير رايك انت. ليش انت شفت 39؟ ما ما 36 لا يبقى 35 34 انت مو كذي. يا تقول لي جاب انا اقول لك احصائيات قبل جولين يا شباب. ايش فيكم انتم؟ غير عن البطولات اللي قبل، غير عن الهداف. يا بعد قول لك يقول لي كسرت الرقم. لا لا وعلي داي، علي داي تقول على منو؟ علي داي تقول على بس مو بالانتياز، على نيبال وماليزيا، مو بالانتياز وسنغافوره. هذا قول على منتخب المانيا وقول على بلنتي، ما يصير. قول بلنتي على لا ما يصير. شوف لا انصب على انا اتكلم عن قول كريستيانو رونالدو السريع اللي قل له هو بال 18 سوى جنب وقص الكره وفتح سبرنت ويقول ترى هو اللي طق الكره. كان يقول شو اسمه الجلاهمي الله يصبح مسي عليه بالخير، قال هذا يركض مع بلوت المفروض بولت. اقول لك بصراحه رهيبه. انا اتكلم عن ارقام، لا تقول لي اداء شخصي. انا ما اتكلم عن عمر، انا اتكلم ارقام. انت شنو تبي ارقام؟ ما يصير. لا لا انت شنو تبي؟ تبي ارقام؟ لا الارقام ولا ايه؟ لا تساوي لا تساوي كريستيانو وميسي بالارقام، لا تساوي، ما يصير. واحد جايب شوف اشوف شنو ميسي اشوف كلامه. لحظه ميسي اشوف تحليلك ميسي ميسي عزيز خليك يقول والله العظيم ما يصير. ميسي اقوال مسجلها الاقوال التوتال ماله 99 منه بنالتي فاولات. انت رفيجك الاقوال اللي مسجلها 139 التوتال من اقوالات 139 بنالتي. شوف الفرق كم، 40 جول بنالتي. شنو هي؟ مستانس انه صاير. ميسي منو يلعب وياه؟ منو الاثنين اللي كانوا يحضرون؟ مالي شغل انا. لا ما يصير، مالك شغل. لا لا ما يصير، مالك شغل. منو كان يلعب وياه؟ نيستا وكزافي. منو يلعب وياه يا شيخ؟ لو يلعب وياهم محرول يخلونه هداف هالاثنين هذولا. والله لو ويلتشير يخلونه يهدف. ميسي ميسي شنو؟ ميسي ما سوى شيء بمنتخب الارجنتين. ميسي شنو سوى؟ ميسي تاريخ الدولي. ميسي انت الحين ضد ميسي؟ عكس رونالدو. لحظة، رونالدو كسر الدنيا يا عزيز. لا انا قاعد اعطيك ارقام. رونالدو عادل اسبانيا 3-3 يا عزيز او فاز عليهم. خلاص ثلاثة تكلم بليه، مارادونا، ميسي. هذه الكرة هذا رونالدو الملعب سوى لاعب. يا حبيبي انا اتكلم عن ارقام، ارقام ارقام ارقام. ميسي 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 اهداف الهاتريك بدون بنالتي 40 هاتريك 40. تدري كم كريستيانو؟ 27. اي لا كم في الفرق؟ 13 الفرق. مو واحد ولا اثنين ولا حتى بالفاولات بدون بنالتي. من الفاولات ميسي احسن من رونالدو. انا اتكلم بارقام، انت تتكلم لي عن اداء شخصي. هذا اداء شخصي غير، هذا اداء شخصي غير. بسعود خل اروح بس عدم. ما ابي اتفخر والله دكتور، لان بروح عندي الكويت. في فرق بين من يصنع زين، من يصنع ويسجل، وبين من يصنع له ويسجل. هذا الكلام زين. إيه هذا الكلام. من يصنع هو ميسي، يصنع ويسجل. اسمع 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 إيه خليني اقول شغله زين. يصنع ويسجل. في فرق بين من يعني يصنع له ويسجل. اليوم كريستيانو داخل البوكس زين، سين صاد جيم عين يجهز له ويعطيه على البارد، صح ولا مو صح؟ يقوم
عدل دكتور، بس عكس اللي يقول الكلام عكس لك وجهه نظر. صدمت انا؟ لا لا مو صدمت، لا انا قلت الامانه. لا شوف انا ما في، اقول لك شغله، ميسي طول عمر دليل ان نجوميته طاغيه زين. شوف شوف حتى العالم اتجهت الدوري كامل الاسباني والسبه ميسي. نعم. لا 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 كلام شنو لا 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 عموما هذا رأي حق لا لا كلام صحيح، هذا رأي الدكتور وانا ميدة خلي سانسور علي ما يصير ربع. لا 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 انا رفيجي بليه بس. طيب انا رفيجي مارادونا الله يرحمه. اروح لتقريرنا الخاص مباراة الكويت والبحرين، نشوف مع بعض التقرير وبعد ذلك سنعود. على نفس هذا الاستاد، استاد خليفة المونديالي في الدوحة، تترقب الجماهير الكويتية لقاء منتخبنا الوطني وشقيقه البحريني غدا الجمعة في قمة خليجية بنكهة عربية وتحت إشراف الفيفا. الفائز من المواجهة سيتأهل مباشرة لنهائيات كأس العرب والانضمام لمجموعة قطر والعراق وعمان. هذه البطولة ستكون الأفضل في تاريخ المنطقة العربية كونها بروفة نهائية للأشقاء القطريين في تنظيم مونديال 2022، إضافة لمشاركة جميع المنتخبات العربية بكامل نجومها. الأزرق الكويتي الجريح يرقب في مصالحة جماهيره بعد الخروج من تصفيات كأس العالم والاكتفاء بالتأهل لتصفيات كأس آسيا 2023، لذا سيكون لزاما على المدرب الجديد القديم ثامر عناد تحقيق نتيجة إيجابية وعكس الصورة السلبية التي ظهر بها منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة، لتكون هذه المباراة دفعة معنوية لأزرقنا وانطلاقة جديدة لاستعادة أمجاد وهيبة الماضي. شكرا أخوي فواز. أبو علي، السؤال المطروح الآن بين الجماهير الرياضية، ما هي الطريقة اللي يجب أن يلعب فيها كابتن ثامر عناد؟ هل الخبرة، هل لاعبين الخبرة أم لاعبين الشباب؟ لا، ما أنا مو مؤيد لاعبين الخبرة، لأن مو الكل طبعا. أنا أقول يعني لاعبين ممكن، هذا لأن في بعض لاعبين الخبرة أنا شفتهم بصراحة مباراة أستراليا ومباراة الأردن ومباراة اللي طارت ما كان لهم دور كلش، يعني ما نبي نذكر أسامي، لكن في بعض الأسماء أنا أعتقد إنه يحط الاثنين، لا اثنين خبرة، لكن يلعب بالفريق. عندنا لاعبين يا جماعة، بس يبيلهم شغلة مهمة. أنت تقول لي أنا والله يجيب لك المسؤولكم قاعد يسولفون على ميسي ورونالدو، يجيب ميسي ورونالدو يقول لهم بس لعبوا بدون تنظيم، روح العب بالمعلومات الكرة رقص، ما يصير. لازم عندك تنظيم، عندك توظيف اللاعبين صح داخل الملعب، اللعب الجماعي. يعني أنا الحين لو بلعب كافراد بتيبوا كافراد لاعبين زينين، لكن اذا ما تلاعبهم لعب جماعي وبتكتيك معين وتوظفهم صح داخل الملعب ما راح تقدر تسوي شيء. انا اقول في لاعبين يعني كمثال بدر مطوع العب ابتدي فيه، حتى بعض الاحيان اقول لا خلي احتياط لانه ما يقدر، لا ابتدي بدر مطوع وابتدي ذكر لاعبين هذا خبره. اي انا اقول واحد يوسف ناصر ما يبدي فيه، واحد اثنين. لا يوسف ناصر، تشوف في مهاجم افضل من يوسف ناصر؟ يوسف ناصر هذا اثنين زين. احمد ثالث، احمد الضفيري، احمد الضفيري ما يلعب، هذا خبره. هاي ثلاثه من تبي بعد بالدفاع؟ فهد جولتي، بس هذا كلهم خبره. فهد حمود، فهد حمود، خالد محمد ابراهيم، سيد الهاجري، سامي الصانع، هاي كلهم خبره. ستة سبعة كلهم خبرة. يعني أنا قاعد أقول لك كل لاعب بيخالف يعني في الدفاع. ما يصير اثنين، أنت قلت باثنين. اثنين ثلاثة أنا. اثنين ثلاثة يعني بس بدل المطوع ومنه بعد، يلا قول لي اثنين ثلاثة. أنت مفروض يوسف ناصر. مفروض إذا يقول اثنين خالد بدر المطوع وخالد رشيدي. افترض. لا يوسف. لا. خالد يعني لا هو شوف يا تبدي انا يا شباب لا اما اثنين ثلاثه هذا انا اقول لك لاعب اثنين ثلاثه وعندك لاعبين صغار لازم تبتدي شوف فيه. انت الغصب انا ايد انك تبتدي باللاعبين الصغار يعني لاعب لي ثلاثه اربعه زين كم يبقى سبعه لاعب زين انت الغصب شباب
عندك فواز عايض، عندك مبارك الفيني، عندك مهدي دجدي، عندك بندر، بندر سلامة، عندك هكل لاعبين لاعبوا ابدأ بهذين لاعب الباجيو يعني رقم أول شيء احسب حساب اللاعبين هذين يلعبون. أنا طيب. قاعد أقوله وفرصتنا زينة بس يبيلهم تقصلك التوظيف صح وتلعب تكتيك صح على إمكانيات اللاعبين اللي عندك. يعني أنا ألعب طريقة، أنت تقول لي الطريقة اللي يلعب فيها ثلاث يلعب بطريقة، لكن شوف عندي لاعبين يمشون طريقتي هذه اللي أبيها، يمشون التكتيك اللي أنا هذا أبيه، هذا شيء مهم. طيب دكتور شنو رأيك؟ والبعض يقول إن البحرين أفضل منا فنيا يعني. شوف عبد العزيز، أول شيء أنت اليوم يمكن أخواني أخبروني الموضوع هذا، كانوا مدرب أخوي أبو علي ومحمد. اليوم انت لما تختار 26 او 24 لاعب، هذا كل ابوهم مؤهلين انهم يلعبون ضمن ال11، سواء لاعب صغير او لاعب كبير، هذا مؤهلين الاربعه او 26 لاعب انهم يلعبون قدام البحرين. احنا اليوم اختلفنا مثلا، هل 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 المدرب يبدا بلاعبين الخبره مع عناصر بسيطه من الشباب، ولا العكس يبدا بالشباب؟ هذا تدري ايش اللي ضيعنا بالحوار هذا؟ ان احنا ما احنا عارفين شنو سياسه الاتحاد، ما احنا عارفين شنو يبي الاتحاد. يعني اليوم انت الحين دكتور تتكلم عن مباراه، لا لا انا لا بس لا 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 نبي احنا نبي هالمباراه. ايه انا اقول لك شنو الاختلاف احنا بيننا، قلت لك لان احنا مو عارفين، لان العناصر اللي اختاروها نفس اللي اختاروها في التصفيات السابقه. فيفترض ان احنا كل ابونا متفقين ان الارجح انا اشوف انه راح يبدا نفس المباراه الاخيره اللي لعبناها، خمسه صغار مع سته خبره، انا بوجهه نظري. غير هذه طول عمر اليوم انت عندك نفس ما تفضلتوا انها مباراة واحدة، ما في مجال ذهاب واياب ولا وياك فرق ثانية عشان تعوض. هي 90 دقيقة تفوز تلعب نهاية كأس العرب، ما تفوز تصير مثل سابقاتها تطلع خالي الوفاض. اليوم انا لو مكان ثامر عناد انا اشوف اي عناصر توصلني الى الفوز العب فيها، سواء خبرة او لاعبين صغار. انت قلت نقطة مهمة اخوي بسعود، ان فعلا البحرين صار لهم ثلاث سنوات او اربع سنوات مع المدرب البرتغالي، مدرب صراحة على مستوى، مدرب منتخب شباب البرتغال، حقق وياهم بطولات، اكثر استقرارهم، عارف لاعبينه عدل، عارف الامور عدل. يعني مدرب لما يستقر مع فريق زين ويكون في هناك استقرار اداري وفني مدة ثلاث سنوات، اكيد يبون يحصلون نتائج زينة. واكبر دليل ترى البحرين خرج من التصفيات بس ما كان سيء، صحيح خروجه ترى خروجه بسبب خسارته، ومع انه ما كان سيء امام ايران. نعم. ترى برغم خسارته 3-0 بس ما كان سيء امام ايران. نعم. بس انه لو يكمل نفس النهج اللي سواه بالتصفيات البحرين في ظل ظروف منتخبنا، انا اتوقع الارجح البحرين. اتوقع ابو بدر يعني حتى الامر يعني مثل ما ذكر الدكتور، خل جانب الاستقرار، ترى حتى تهيئة اللاعبين، يعني اليوم الشيخ ناصر بن حمد مستشار أو ممثل جلالة الملك والمسؤول عن الرياضة، مفرغ اللاعبين رواتب، يحضر التدريبات، يلعب وياهم، يعني يعني, يعني في في دعم على مستوى يعني دولة على مستوى مملكة البحرين، مقارنة معانا احنا تونا بادين بالاحتراف. فبالتالي اليوم احنا ما نبي يعني نحبط جمهورنا ونحبط، لكن اليوم نتكلم عن مقاييس، عن 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 ميزان، هذه الكفه وهذه الكفه. ابو سعود، اول شيء اتمنى حق منتخب الكويت ان شاء الله يقدم مباراه جميله ونفوز ان شاء الله. لكن بالاساس لما نتكلم عن البحرين اهتموا بالرياضه عندهم بعد ما جاب المدرب البرتغالي، ركزوا تركيز كامل، بعطوه كل الحريه من الابره للطياره، اشتغل البحرين، ومنها طلع ظهر المواهب عندهم، طلع من بلاع لبين، يعني 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 مثل ما اقول ان نظرتهم للتاهلات والبطولات والمنافسه. لما اجي انا حق منتخب الكويت هني، المدربين من يصيد الثاني، لان هذا لاعب ضده، لاعب اسمه انت ثامر عناد، المدربين لهم دور، لهم دور. نعم. المدرب له دور والجهاز الاداري له دور. الجهاز الاداري لازم يهيئ الفريق نفسيا حق المباراه، يعني مو معقول اني انا يعني ما ادري ان محمد كرم اليوم نام ما كلا، المفروض التركيز كامل من الجهاز الاداري يحضر الفريق تهيئه برا الملعب داخل الملعب، هني الجهاز الفني ككل، يعني ان يعني تامر عناد مو يعني صار له اربع سنوات او ثلاث سنوات مع المنتخب، عارف اللاعبين، عارف شلون يشكل اللاعبين.
لكن اليوم تتكلم عن مباراة واحدة، يعني قاعد تلعب شوط واحد، شوط واحد هذا من يفوز فيه؟ يا أنت يا البحرين. إذا أنا بي بلعب تركيز إني بدافع مع البحرين غلبني، لكن من لكن البحرين أنا متدافع وياه، لازم من البداية أهاجم وياه واختار عناصر اللي فعلا تكسبني المباراة. مثل لما تتكلم عن يوسف ناصر، يوسف ناصر المدافعين البحرينيين يعني يرتبكون منه لأنه مشاغب. شبيب الخالدي قدام تكلم عن يعني الله شافيه، أحمد الزنكي طلع برا والمفروض يكون موجود لأنه تحتاج إلى سرعة، تحتاج إلى شبيب اسمه الرشيدي، عيد الرشيدي سرعة، تحتاج إلى بندر، بندر السلامة يعني كمراوغ مراوغ، أنت تحتاج إلى فنيات داخل الملعب بالإضافة إلى سرعة. طيب السرعة هي اللي تساعدك. بصباح سعود، طبعا سؤالك حق أبو بدر عمل فارق كبير بين الكويت والبحرين من خلال اهتمام الدولة بالمنتخب. احنا ما عندنا اهتمام وما عندهم اهتمام، لكن انا اعتقد ان مباراة دول الخليج ما لها اي معايير كلش، ما لها اي شغل، منتخب بمنتخب، الروح والروح، استعداد استعداد. اعتقد الفيصل راح يكون تركيز اللاعبين واستعداداتهم صح، ما لها شغل الدولة تدعمهم، خاصة مباريات الخليج، مباريات الخليج كويت وسعودية، سعودية والبحرين، كويت وسعود والبحرين وكويت هذه المباريات سعود لها طابع خاص، كل مباراة تعتبر وين كانت في التصفيات تعتبر نهائي ديربي بالضبط. ثامر عناد مدرب منتخب الكويت إذا وظف صح، واعتقد ثامر اختبر من قبل في مباراة الأردن وعطوه المنتخب المباراة قبلها بأسبوع أو ثلاثة أيام، قالوا له روح العب الأردن وإحنا نبي التعادل أو الفوز على الأردن. واضح إحنا كنا نتوقع نقول الأردن الأولى ولا الثانية؟ الأولى إيه. إحنا كنا نقول لا يمكن إذا فاز الأردن 1-0 زين لنا، إحنا رحنا هناك في ثامر العناد وتعادلنا، تعادلنا في مباراة بطولية، مباراة قتالية، وكنا الأفضل اليوم ثامر عناد أعتقد أنه راح ينجح لأنه له تجربة سابقة. بدر دقيقة بس، له تجربة سابقة زين من خلال حسن اختيار ثامر رغم النقص اللي في المنتخب الكويتي اللي هو أحمد الزنكي والهويدي، رغم النقص هذا يعتبر نقص عند ثامر عناد. ولكن ثامر عناد ما راح يهتم للنقص هذا، وراح يدري ان عنده 11 لاعب وعنده في الاحتياط رجال انهم قادرين يعني ناخذ المباراه. طيب بروح لفاصل جزئيه بس بشكل سريع. انا ما قال اخوي محمد، لا انا ما وافق اخوي محمد الراي. ليش؟ لان يا جماعه اليوم في الامارات ولا البحرين او قطر اليوم شنو يبي المنتخب قاعد يوفرون له، حتى من ناحيه تجنيس اللاعبين الاجانب. اليوم البحرين كم جنسوا لاعب اجنبي؟ عدل ومعدل. الامارات جنسوا 4. اليوم انا قطر، انا لو عندي الامكانيه هذه كمنتخب الكويت واقدر اجنس على طول، اكيد كل بورا راح نتفق بنجنس واحد بالدفاع، اثنين بالدفاع، واحد بالهجوم، لان احنا نعاني النقص هذا. صح. انت اليوم احنا نتكلم فعلا مباراة 90 دقيقة وإمكانياتنا نفسها، إذا حنا ظروفنا مواتية نفس بعض أو فرق بسيط، بس اليوم حتى الجماعة من كثرة اهتمامهم يقولون حق المدرب ولا الموجودة شو اللي تبي؟ تبي نجنس لك، تبي نعطيك جواز مهمات، اللي تبي احنا نسوي لك، بس بسبيل أنك احنا نقدر نحقق وياك نتيجة ونحقق وياك أداء وتصعد الدولة في 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 في, في, في النتائج. طيب أروح لفاصل وبعدها سنة. مساكم الله بالخير. من الأخبار اللي طلعت الفجر تقريبا الإعلان عن مدرب فريق القادسية الجديد. المدرب حسب ما أعلن الحساب الرسمي لنادي القادسية
هو الجزائري خير الدين مضوي. مضوي هذا هو اعلان نادي القادسيه وهذا هو المدرب يعني الجديد. احنا الاخوان زملائنا المعدين في برنامج الديربي حطوا السيره الذاتيه للمدرب الجزائري. 2015 كان في وفاق سطيف، و2016 راح الوحدة السعودي، بعدين نجم الساحل التونسي، الإسماعيلي المصري، مولدية جاية الجزائري، الخليج السعودي، الشعلة السعودي، ومولدية وهران الجزائري. هذه طبعا السيرة الذاتية. أيضا خلا أشكر يمكن أحد الإخوان اعتقد حاط مدرب اسمه خير، خير الدين مضوي، خير ان شاء الله. نعم نعم حاطين انجازاته الشخصيه حتى ايضا المشاهد، يعني عشان نحط السيره الذاتيه ونحط انجازات. حصل على جائزه محمد بن راشد كافضل مدرب عربي للابداع، صح، افضل مدرب في افريقيا حسب الاتحاد الافريقي، الكره الذهبيه كافضل مدرب في الجزائر. طبعا انا ما عندي سنوات، لكن هذا يعني احد الاخوان داز لي اياه صراحه، فنعرضه للساده المشاهدين. اول مدرب في الجزائر ينال لقب دوري ابطال افريقيا بنظامها الحديث، اول مدرب يقود فريق جزائري للعب في مونديال كاس العالم للانديه، حقق الدوري الجزائري مرتين، حق عام 2015 و2017، دوري ابطال افريقيا عام 2014، كاس السوبر الجزائري عام 2015، وكأس السوبر الأفريقي عام 2015. يطلق عليه جوارديولا بأنه جوارديولا الجزائر. ويمكن أنا في معلومة أعتقد أشكر أخوي أيضا مبارك الدوسري زودني فيها، كانت لما كان في السعودية أنه كان أيضا يساعد اللاعبين، يعني إذا لاعب محتاج أو لاعب يعني عنده ظرف مادي، ظرف معنوي، ظرف أي ظرف إن كان، تجد هو يقف بجانب اللاعب ويساعده باللي يقدر عليه. يبيك ابو علي ماديه عنده سلف، لا لا يساعده، اعتقد انا اعتقد المساعده، انا اعتقد المساعده هذه كان يسويها ميلان ما شاء الله. نعم. عندنا مع نادي كاظمه، بس ميلان ما شاء الله يكلم مجلس الاداره انه يساعدون اللاعب. انا اعتقد معروف ما يدفع، ما يدفع زين، بس اعتقد ان هذا اللاعب يدفع من جيبه. دكتور بما انك تساوي، ايش رايك بالاختيار؟ المدرب صراحة أمس يوم طلع الخبر شوي احنا كنا سهرانين شوي، فدشيت على الجوجل سويت سيرش عن المدرب. صراحة المدرب مو كبير، 44 سنة المدرب، صراحة السي في ماله جدا محترم. زين اليوم طبعا لا يخفيك ان مدربين العرب سواء توانسة جزائريين، يعني في أمثلة كثيرة مثل نبيل معلول، عندنا هنا ما شاء الله الأخوة التوانسة تفوقوا، كثير منهم تفوق في عملية اللياقة البدنية وكانوا على مستوى صراحة من الأداء. شوف المضوي إن شاء الله أنه بيضوي مع القادسية وبيحقق نتائج إن شاء الله مرجوة فعلا، وهو يطلق عليه في الجزائر جارديولا الجزائر، مدرب طموح، مدرب حقق مع الفريق الجزائري خامس بطولة العالم، نتائجه صراحة جدا جدا ممتازة. أنا بوجهة نظري يعني ما هو مستوى الطموح، ولكن جيد، اختيار جيد، ما هو مستوى جيد. يعني شوف أنا أقولك، أنا كادساوي ودي مثلا يجيبون من مدرب عالمي وله سي في وكذا هذا، بس اليوم أنت بما أنك أنت رحت لمدرب عربي يفترض أنه يسند يعني للمدرب العربي اللي يحمل سي في وبطولات، والأهم أهم شيء في المدرب هذا قريت عنه أخوي عبد العزيز أنه قوي الشخصية. نعم. حسب ما عرفت أنك يوم مسك النادي الجزائري كان يمتاز بشخصية قوية يعني مع اللاعبين يعني. نعم. وهذا اللي نبيه صراحة. أنت إيش رأيك بعلي؟ الشخصية مثل ما ختم الدكتور، أنا أقول شخصية المدرب مهمة، يعني عن تدريبه وفنياته ما أدري عنه، أقول عنه زين ولا مو زين ما أقول عنه، بس أهم شيء شخصية المدرب مهمة. الشغلة الثانية أن القادسية في لاعبين لازم يستغل إمكانيات اللاعبين الموجودة عنده، يعني ما المحترفين ما ادري تبقوا الاتحاد على كم محترف، اول شيء اختيار المحترفين، وبعدين الشغله الثانيه استغلال اللاعبين الموجودين، يعني اللي موجودين بنادي القادسيه. والشغله الثانيه اللي احنا نعتقد حتى المدرب الاسباني اللي راح من القادسيه كان شكمنا تدخلون تدخل في شغله بعمله، لكن مثل ما قال الحين الدكتور
انه اذا هذا شخصيته قويه هذا الشيء زين، هذا انا اقول لك ما يدخله. اذا بنجحه انه هالشغله هذه شخصيته تكون قويه انه ما يخلي الاداره ولا هذا تتدخل بشغله. صحيح. هذا شيء مو مناسب، قادسيه اعتقد محتاج هالشيء انه ما يتدخلون بشغله، لان اسباني كان يعاني من هالشغله انه كان في تدخل بشغله. صحيح. طيب اعتقد انه هذا الشيء. انت ايش رايك؟ انا بس من قراءتك للسي في ماله انا لاحظت انه كل سنه بنادي، يعني مو انه مواظب على نادي واحد. معناته هني في يا ان في خلل بالمدرب او انه هو. هذه النقطة مهمة ابو. او هذا إيه كانت ملاحظتي على السيد كرول مدرب نادي الكويت. نعم كانت نفس نعم الملاحظة. نعم. فقاعد اقول لك ما يصير مدرب يقعد ايوه ما يعني يكمل سنتين مع يا ان هو يبي فلوس اكثر وقاعد ينتقل من نادي لنادي او انه ما ينجح او انه ما ينجح بال لا لا لان كل شهر كل سنة ليش قلت لك؟ قلت لك شفت السي في اللي قاله له؟ اليوم احنا نتكلم المدرب عمره 34 سنة. نعم 44 هو يوم بدأ التدريب تقريبا عمره 34-35 سنة. نعم. بداها في الدوري الجزائري. أنت لو أنك مكانه لابد تكون مدرب طموح. اليوم أنت لما مسك هو قرب مسعود. ما فيها كذا طموح. كذا. كل سنة لا لا ما فيها طموح. لا 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 هو يوم راح الدوري السعودي. متوى بدايته مثلا والله لا لا. أول ما بدأ. قبل هذا 2015 من 2015 كل سنة مدرب نادي. لا لا أدري بس هو وين راح؟ راح الدوري السعودي. انا مالي شغل ان شاء الله يروح الدوري راح الخليج راح الوحده هذا نفس سنه بالوحده وسنه بالخليج سنه بالوحده وسنه بالخليج الخليج من الدرجه الاولى والوحده يعني قاعد اقول لك سنه ممتاز. لا لا هو يعني علامه لا دوري مو تجيب بدر علامه وسام دكتور انه ليش ما يقعد ليش ما زين سؤال يعني تدري بالسعوديه الخليج والشعله بموسم واحد يعني نص موسم عند الفريق نص موسم عند الفريق انا اقول لك شغله زين وهو بس هم بعد لو انه مو مدرب السي في ماله زين مثلا ما يتم اختياره ما اخذ جائزه الابداع لا انت دكتور انت حللها شيء ليش على انه ليش ما يقعد ما ادري انا ما قريت كل سنه مدرب ليش تغير ما كل سنه فريق قصير ايش رايك دكتور ابو صباح عزيز يعني خطوات اداره الفريق او مجلس الاداره القادسيه انهم اجتمعوا مع بعض المحبين النادي وبعض الجماهير ومنتقدين الجماهير اعتقد كانت في جلسة مصارحة واعتقد حطوا النقاط على الحروف ووعدوهم وعد طيب اعتقد الشيخ الكلام هذا في 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 تويتر والجرايد نتج عنه هذا المدرب اعتقد المدرب هذا راح ينجح مع القادسية ان شاء الله القادسية محتاج مدرب شخصية لان فريق كله نجوم الفريق هذا كله نجوم لكن ما هم عارفين الدفة اللي تدفع هالنجوم هذولا لازم في دفة قوية الدفة القوية تتلخص في شخصية مدرب قوي مثل هذا المدرب انا ما اعرفه لكن من خلال كلامكم انه ذو شخصية قوية ما هو شخصية كبير المدرب مهمه مهمه جدا ما هو كبير والامر الاخر اللي انت ذكرته مساء قلت يدعم اللاعب بغض النظر يعطيه فلوس ولا ما يعطيه فلوس يوقف مع اللاعب ان شنو تحتاج انت تحتاج ماده تحتاج تعامل تحتاج نفسيه تحتاج مصارحه هذه النوعيه من المدربين اللي هو ما هو لاقي النادي اللي يخليه يفرغ الطاقه اللي عنده هذا المدرب من كذي ينتقل علشان كذي اعتقد انه ينتقل من نادي لنادي من نادي لنادي لكن اعتقد انه وجد النادي الصحيح في المكان الصحيح في النجوم الموجودين في نادي القادسيه في دعم الاداره لهذا المدرب اعتقد انه راح يمشي مع نادي القادسيه نعم عموما احنا نتمنى التوفيق ترى كان مدرب اسماعيلي بعد اي انا مو مدرب اسماعيلي في السيره بس مشكلته كل سنه بنادي يا دكتور نفس ترى ملاحظتي على سيد رود كرول نفس الملاحظه لكن بالنهايه يمكن مثل ما قال او تفضلته بالنهايه توافيج نعم. للمدرب لكن النقطه اللي ذكرها ايضا ابو علي وهذه ملاحظه يعني احنا اليوم انا هذه ملاحظتي لاخوي فهد الهملان واخوي سالم سعدون والدكتور حامد شيبان اليوم عليكم دور كبير يا اخوان يعني ما يصير الناس تخطط وترتب وتفكر وتحط وتعد الفرق وما تدري شنو 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 نظام لا متى بيبلش كاس الامير لا يدرون متى بيبلش الدوري لا يدرون خمسه ولا اربع محترف يعني هذه
هذه يعني البعض يقول والله ترى الدوله مو مهتمه بالرياضه. تكفى يا 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 فهد الهملان، يا سالم سعدون، يا حامد الشيباني، يا دكتور المراحل، هذا له شغل بدعم الدوله. حط الجدول، حط، انا اوريك الحين اوريك الان الاخوان في الدوري الفرنسي حطوا اعلان وباكر راح ينزل الجدول. الدوري الانجليزي قبل شهر نزلوا الجدول، السعودي قبل اسبوعين نزلوا كل مراحلهم، كل يعني هذا اللي يحطون يعني ما يصير يا دكتور يا فهد الهملان يا اخوي سالم، والله انتم احسن لجنه قاعد تشتغل ونشيد فيكم ونمدحكم ونقدر عملكم، لكن ما يصير يعني هذه بديهيات العمل. يعني اليوم هالانديه قاعد تخطط حق شنو؟ ما تدري شو تسوي، ما يعني ما تدري تعد الفريق شلون، متى بين مدرب، متى ببلشون تدريباتهم، متى كاس الامير ما ندري. يعني هذاك اليوم ما ادري والله احد من الاخوان هنا علي، والله ما اذكر الاسم عشان لا اكون مخطئ، يقول راح يلعبون كاس الامير مباراه واحده بعدين يوقفون عشان يروحون كاس العرب اذا تاهلنا ان شاء الله، بعدين كاس الخليج، بعدين الدوري راح يبدي شهر واحد. يعني هذا منطق يا اخوي فهد الهملان يا اخوي. احط الجدول ورن انزل الجدول وكيفهم الاتحاد، يبي يغير، يبي يوقف، يبي ياجل، يبي اللي كيف احط 45 4، بس ما يصير. هذا مو نظام، يعني نظام دوله محترمه، اتحاد محترم، اتحاد رياضه محترمه، كل شيء قالوا الدوله ما تبي رياضه. الحين هذا شغل بالدوله ما تبي رياضه. انت قول لي يا فهد الهملان، يا اخوي سالم سعدون، يا اخوي دكتور، هذه دوله ما تبي رياضه. انت ما قاعد خطط عشان نقول والله الدوله ما تبي رياضه. مسعود، نقطه واحده، الاتحادات اللي ذكرتهم يخططون حق 5 سنوات قدام، يعني يقول لك برنامجنا حق 5 سنوات قدام. احنا الكويت احنا كل سنه ما احنا عارفين السنه لها شنو، شنو النظام، هل 4 محترفين 5 محترفين، شلون الدوري نظام ذهاب وياب، يعني ما انت عارف شنو. عزيز شوف، لجنه المسابقات عشان تحط مباريات لازم فيها قدامها خطوات تتم عشان تحط المباريات، مشاركات خارجيه. دكتور بصباح اسمح لي، انا شنو اللي يمنع احط، لحظه هم شنو عذر انا شنو العذر؟ مشاركات خارجيه. قالوا الكويت عنده شهر 9 احتمال كاس الاتحاد الاسيوي، واذا تاهلنا كاس العرب منتخب الكويت، وكاس الخليج شهر 12. زين احط الجدول، وفي حال مثلا اكتب قدام هذه الجوله، في حال مشاركة نادي الكويت ستؤجل الجولة الثانية. وهذا الريال لجنة مسابقة. في حال مشاركة منتخب الكويت في كأس العرب ستلعب الجولة. في حال تأهل الفريق. عبد العزيز. عبد العزيز. لا هذا شيء مهم، هذا يعني. عبد العزيز. أنا جدول كامل. أنا كنت لاعب يمكن ما أعرف الشغل، متى ما قالوا التمريني تمرنت بس يوم صرت مدرب، أنا أتكلم عن نفسي، إحنا ما نقول مدرب زين، أقول لك يوم كنت مدرب. قلت لازم شيء مهم عندي، لازم اعرف متى ببدي، متى احط اسوي معسكر، ابتدي الوقت الفلاني. هذا شيء مهم على قولتك، هاي لا شغل بالدوله، اتحاد خطط وحط هذا البرنامج. اما تنطر اوامر، تنطر شيء، واحد يقول لك شيء، هذا مو صحيح. انت تحط ان شاء الله مو بعيدين عن الاوامر بو. لا ان شاء الله ماكو، اقول لك اي مثال، انت لا تخلي الناس لا تحط نفسك محل شبهه. لا تحط نفسك محل شبهه، حط تعالي بهذا برنامجي اللي وقت الفلاني عندي مباراه عندي هذا شيء مهم يا جماعه. التخطيط هذا بيد الاتحاد، الدوله اوكي بتسوي، بتغير القوانين، بتغيرون هذا اوكي على مستوى حق الانديه، لكن على مستوى الاتحاد ما خطط حق موسم الجاي، حق بعد كم شهر، هذا حكي والله. تقول ايش حق تصارخ، وايش حق تصارخ، وايش حق تعصب، يا اخي ما يصير شيء. هذا حق كم شهر على قولتهم، يقول لي بعي الناس تخطط حق 5 سنوات، انت ما نبي تخطط حق 5 سنوات، خطط حق الموسم الجاي. والله قاعد تتحكم، صادقين بكلامنا، ما يصير يا اخي، لازم تخطط للموسم الجاي من الحين، مو من الحين اساس الفرص، لازم قبل شهرين تخلص الموسم على طول. لا ابو علي، الانديه لازم تخلص الموسم، احط خلاص هذا برنامج حق الموسم. احنا لا يحط الجدول، ما نبي الجدول كامل، بس قول بدايه الدوري راح تكون 13 سبتمبر مثلا، بدايه كاس الامير 10 اغسطس مثلا. اي صار اي فرق تقدر تاجل، بس احط البدايات، بس بعدين يبغى احط الجدول، مو شرط ان تحط. لا شيء صراحه ما يشوف، نبي ندافع عنهم، نبي نوقف وياهم، ما يخلون. عبد العزيز شوف، الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي يعطيك الرزنامه مده 4 إلى 5 سنوات قدام. برافو عليك، هذا ما فيها مجال. نعم. غير هذا يا طول العمر، انت اليوم عندك مشاركات الانديه، كاس الاتحاد الاسيوي، انت تعرف يا طول العمر
مدة ثلاث سنوات قدام معطيك حتى التواريخ وكل شيء بالضبط وانت انت بال بال باللائحه اللي تطرشها معروف من يشارك بكاس الاتحاد الاسيوي او او دوري ابطال اسيا او بطوله الخليج بطوله الانديه الخليج اعطوهم موعدها يعني إيه يعني بلغوهم ترى مباراتك يا الكويت إيه نعم كلامك صح ما ادري والله احنا نفس انا انت ما تفضلت قبل شوي احنا ايامنا 20 سبتمبر 21 احنا ايامنا يا طول العمر مباراة واحدة كاظمه شارك ببطوله الخليج قلنا ان اذا كاظمه انا اذكرها الحين بعض الانديه يكون يلعب يعني مباراه دور ثمانيه احتمال يصعد دور الاربعه صح؟ نعم. في حال فوز فريق نادي كاظمه على فريق نادي المحرق زين راح تؤجل مباراته القادمه مثلا في تاريخ معين لدور الاربعه الى الخليج الى كذا خلينا نقول بستة شهر تؤجل مباراته ستة شهر الى تسعة شهر فهمتني او نشوف مكان فاضي في احد الايام مثلا نقول والله سنحددها فيما بعد يعني في خطه بديله اي اي ما في ما يعني لا وبعدين غير هذا ترى كان منصور والاخوان ومحمد العدوان يجون يشاركونا نقعد وكذا ونحط الرزنامه ونقول لهم يا شباب ترى هذه رزنامتنا صحيح عدلوا معدلوا شاركونا ساعات نادي النصر يقول يا جماعه ترى احنا مضغوطين صحيح. هني حاولوا تحطونا هني ونساعد مع بعض لا وبعدين مو كذي مو كذي ابو دكتور بعدين الشغله الثانيه انت الحين ايام قبل تكتب طباشيره ولا ما نشوف الحين كمبيوتر كمبيوتر وعندك برامج يعني الحين ها برامج عندك الحين طق هذا يعني عش حقك قاعدين انا يمكن ما اعرف حق الامور اقول اوكي لا ما انا هم ترى لا والامر ترى الدكتور حامد ليش ما عزيز وفهد يستخدمون هالشيء يستخدمون شيء زين يعني اول بهالامر ترى اول يا مالك ماي تكتب على الطوفه انه لا بهالامر ترى ما انا دربين ماي انا حاضر وعلي انا حاضر والله لا قبل بخليك دربين ماي خليك تكمل قبل يا مالك تيهم وقعد وياهم من اجل مرياتنا يجيك يقول لك متى تبي لعبتك مو صحيح كذي والله يقول لك متى تبي انا ما اتكلم احنا ما اتكلم عن جزئيات مهمه جدا سابق هذول ما يعرفون الكمبيوتر ادري الكمبيوتر بس هذه سهل اموركم سهل اموركم نعم. بالعكس يعني هذا الشيء يساعدك وايد نعم يعني اخر نقطه في هذا الموضوع يعني على الاقل يا اخي مو الجدول يا اخي اقول حق الناس يبقى كم محترف بدايه واحنا ما شاء الله كل سنه يتغير شيء مره قالوا اربعه عبد العزيز زين بدون لا قالوا الانديه دزت 10 لا لا بس هم قالوا اربعه ما يصير تقول اربعه بعدين لما يتفق مع اربعه الانديه دزت 9 انديه يقول لك لا نبي خمسه نخليها خمسه بناء على رغبه الانديه ما يصير رغبه الانديه ما انت شنو مصلحتك اتحاد دكتور انا ما لي شغل انا علي ان انت تحدد خلاص حق الانديه الناس تعرف شنو تبي يعني تشتغل على 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 موجب قرارات الاتحاد هذا دوريك يبدي كذي موسمك ينطلق كذي محترفينك كذي لاعبينك الغير محددين جنسيه كذي عددهم وحط الجدول لكن انت مخليها سايبه كذي يا اخوي فهد الهملان ما تبغى انت رجل منظم ومرتب والاخوان اللي معاك ابو عزيز واخوي الدكتور حامد والله من اروع الشباب بس هذا العمل ما يرضيك يا اخوي فهد الحين ردوا المراحل السنيه يتمرنون ردوا بس متى يبدا دوريهم خلي يقولون ما ادري خلي يقولون لك الحين 19 وال 17 و15 والصغار ردوا يتمرنون الحين وين خلي يقول ما هذا اعتقد الموسم الجاي صح؟ ما يكملون الموسم اللي فات صح؟ ما ادري والله شنو خطتهم ما ادري لا لا شنو خطتهم ما ادري بس يعني عندنا خلي يقولون لنا خلي يقولون خلي يزلزلون تبي مراحل سنيه خلي نخلص الاول عيال نروح حق فاصل اي والله نروح لفاصل بعد سنه والله همبرجر طاحوا الهمبرجر مساكم الله بالخير. أمس يمكن تطرقت جزء بسيط يمكن عشر يعني أقل من دقيقة لنادي الزمالك وقدمت تهنئة لعشاق وجماهير نادي الزمالك. ردة الفعل اللي وصلت صراحة يعني غير طبيعية وردة فعل يعني بالفعل تشعرك بأنك تكلمت عن نادي عظيم نادي عريق نادي كبير. انا يعني تقديرا لهذه ردة الفعل واللي اغبط فيها اخوي خالد ابو الخيل صراحة الدوسري ابو فهد على 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 يعني تشجيعه لهذا النادي بوجود هذا الجمهور وهذه الجماهير العاشقة لهذا النادي خلصنا من الدوري السعودي حولنا على المصري انا تقديرا لهذه ردة الفعل
والمسجات اللي وصلت والرسائل اللي وصلت، فاخترت لكم اليوم حساب زملكاوي عشان تتابعونه. يمكن متابعينا شوية يمكن 12,000 تقريبا، لكن أنا أرجع أكرر تقديرا لردة فعل الجماهير الزملكاوية، تقديرا للمسجات اللي وصلت من الجماهير الزملكاوية. فاليوم اخترت لكم هذا الحساب، اسم جميل صراحة، اسمه سفينة، يعني الاسم راعي. سفينة غرقانة. سفينة لا إن شاء الله ما تغرق. يعني حتى الجملة اللي كاتبها هني، الزمالك وطن يعيش فينا، يعني فعلا جملة أربع كلمات وافية وكافية. هذا الحساب إضافة لأنه يتعلق بالأخبار الرياضية والأخبار الكروية، أيضا عنده كلمات رائعة جدا، حكم. يعني يقول خل أقرأ لكم حكمة أنا شفتها صراحة عجبتني. من وين ودي على فين؟ لا العاقل حطها مخرجنا تكفى. العاقل إن أخطأ تأسف، والأحمق إن أخطأ تفلسف. صراحة كلمات رائعة جدا. عزيز بس ثواني أدعو الجميع لمتابعة حساب أخونا الزملكاوي بالحكم اللي قاعد يعرضها، بالأخبار اللي قاعد يعرضها، بالفيديوهات اللي قاعد يعرضها. بالحكم. شكرا لهالمجهود يا أخوي سفينة، والله يوفقك. شكرا مرة أخرى لجماهير هذا النادي العظيم، لجماهير الجماهير العظيمة صراحة، جماهير الزمالك. وهنيا لك يا أخوي خالد أبو الخيل بتشجيعك وحرصك على متابعة هذا النادي الكبير ومتابعة هذا الجمهور الكبير لك يا ابو فهد، انت تستاهل. عبد العزيز طبعًا. انا بسالك بس بصفتي مشجع اهلاوي. نعم نفسي. ابي السياره لونها احمر صح؟ ايه اللي على تيشيرتك مع منتخب المجر. لا لا الاحمر. منتخب المجر. لا لا احمر احمر احمر. ايه المجر. لان السياره هذه هي اللي توصلك. ايه؟ اللي تحقق البطوله، لون السياره هذا. ايه؟ هو اللي وصلك. زين يعني خلصنا من الدوري السعودي، الحين وصلنا للدوري المصري. بعدها نقلب على السوداني. يعني قصد منها إيه؟ نعم يبقى الأهلي يبقى نادي الغرن. مو نادي الغرن، نادي الشعب بعد. نادي الغرن. نادي الشعب. نادي الغرن الزمالك. لا يا أخوي نادي الغرن. الأهلي. بالأهلي. بالإحصائيات. أقول لك. والله بالإحصائيات. إن شاء الله. ما يمشي معاكم. الأهلي. بس شوف. أنا ترى منصور شال الإعلان اللي حطه على الزمالك غصب بقوة القانون. أنا ما لي شغل بأشخاص. زين لا أقول لك أنت تقول نادي الغرن. نادي الغرن الأهلي مصر. مرتضى منصور يشتكي. لا أنا قلت ما في حقيقة. نادي أنت رايح مصر. ايش رايك بشارع جامعة الدول العربية؟ يا اخو مكان راقي. مو هذا يقولون قال مكان يفتح النفس. قال اهلي بس احنا ليش مكان نادينا يطلع النيل؟ مكان يفتح النفس. احنا نادينا يطلع النيل خلف على طول. لا 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 الزمالك لا لا الزمالك كمنطقة كمنطقة ارقى. الناس راقية. ارقى والناس راقية. يقول لك البشوات زملكاوية بس الشعب. الشعب شنو؟ اهلاوي. اهلاوي. لا 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 والله نادي الشعب. بالقهوة جرشي يشاوي يقول لك الاهلي حديد. اي نعم بس البشوات الزمالك. انت ايش تشجع؟ نادي الملك فاروق. هذا معروف الزمالك. اسماعيلاوي. اسماعيلاوي. لا والله لانك تحب المتعه صراحه. هذا محترم. غير الدراويش برازيل. مصر ما في برازيل. مصر احنا الزمالك لان في لاعبين لعبوا عندنا. طه بصري الله يرحمه. سمير محمد علي. حسن شحاته. العربي. لا كشاف الكاظمة ادري اي. لا انا اتكلم العربي. الزمالك حتى طه بصري وهذا الزمالك. اشرف غاسم. لا حسن صالح. لا طه بصري وسمير محمد لعبوا مع العربي الزملكاويه. الزمالك هم احنا نوعنا. احنا يبنا من الزمالك. يبنا انت يا حسن شحاته ويبنا خالد القندور. ايه هذا من الزمالك. وبعدين هذا الزمالك فتحي عمرو سماكه. وبعدين ابن عمرو فتحي واسمه احمد فتحي وعمرو سماكه والاهلي. بالاهلي اي. وبعدين اسمه هذا المهاجم مالهم منو؟ عمرو زكي. لا واحد عندنا عمرو زكي راح السالميه. نسيت اسمه والله. هم مهاجم عندنا لاعب عندنا موسم كان يقول. انا اللي اذكر اللاعب الفلته الوحيد عمرو انور.
لا 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 اقول 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 عاد لا تكلمت عن محترفين لا حد يسولف من الانديه الكويت كلها ما في محترفين مثل محترفين النصر هذا قبل قبل لا حد يتكلم لا حد يتكلم عزيز وبالارقام صحيح حساب طايح فيها انت الحين انا خليني اريح شويه انا ايده انا ايده والله لان احنا خذينا منهم لاعب فراس الخطيب اخذناه هذا الكرماوي يقول ايده وهذا العرباوي صباح فراس الخطيب اخذناه ليش ليش قلت قبل يعني قبل الحين والكويت خذ منكم سيد ضياء ومنه الكويت خذ منكم برازيل المهاجم سيد ضياء كاريكا اي الحين سيد ضياء عموما خل بس بعد ما نشوف الفيديو راح اتكلم عن هذه المباراة وتاريخها واخونا ابراهيم حبش ابو جراح عودنا يمكن مع نهاية كل موسم الصيف الماضي اذا تذكرون دخل معانا في فقرة يعني مو يومية شبه يومية خلينا نقول يزودنا ببعض المواد من ارشيفه الجميل صراحة هذا الارشيف والله مبدع اللي يستحق ان يكون لا متحف صراحة مو مجاملة لابو جراح لكن اللي شفناه واللي زودنا فيه صراحة شيء تاريخي وشيء اثري الفترة هذه الجاية انضم لنا اخونا ابو جراح في فقرة احنا دائما نسميها فقرة ابراهيم حبش لان الفقرة صراحة هو يعدها هو يمنتجها هو يتعب عليها هو يختارها فالفقرة تستحق أن مشاهدة. تطلق على اسم أخونا إبراهيم حبش استعمل. وتستحق بالتأكيد أن تشاهد لأن مواد قديمة فيها ذكريات فيها ريحة منتخبنا فيها ريحة نجومنا من أبو علي ولا يهونون البقية فاليوم اخترنا لكم مباراة يعني تزامنا مع مباراة منتخبنا باكر ودعمنا أيضا خل لاعبينا يشوفون هالنجوم وعطاء هالنجوم اخترنا لكم مباراة كانت في طهران في ملعب أزادي في الدور الاول لكاس اسيا كانت اعتقد 76 راح اقول لكم التاريخ ومزودني ابو جراح بالتاريخ لكن ليش ابو جراح اخونا ابراهيم حبش اختار هالمباراه خل موضوع المنتخب الشيء الجميل فيها النشيد الوطني القديم يمكن الجيل الحالي ما يدري ان عندنا نشيد وطني قديم وتغير الى الان الجديد فالبعض يمكن حتى مو سامع النشيد الوطني انا عندي مو سامع ايوه انا مو سامع طن طن طنطران طنطران زي شيء لا يشوف ما تشوف لا والله ما في تغني وياه لا والله بس عندي كلمات لا كان في كلمات عبد العزيز اهم شيء طنطران لا اي والله شنو هذا شنو الكلمات كان ما كلمات ما تقول بس شيء نوم طنطران طنطران ترى شوف بس طنطران بس طنطران يعني الموسيقى كذي طنطران سلمت المجد لا خلني اول شيء اسمع منك اذا صدق لا يلا شوف لا اول شيء تقول لي لا 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 اول شيء قلته لا قول لي مره غلط لا قول له مره ثانيه قال لحن قال لحن قولها لا لا زين لحظه طنطران سلمت المجد عزيز عزيز كاي قال قال يا سلام عزيز عزيز ماكو كلمات والله ما نقول كلمات وطني ما نقول ما نقول بس تعرف انت موجود انت موجود بالمباراه؟ ايه لا ما كان موجود ما ادري لا خلينا نشوف خلينا نشوف هالمباراه بامريكا لعبت انا بس ما ادري 76 انت بامريكا خلينا نشوفها مع بعض وبعد ذلك سلام حمد ابو حمد حمد ابو حمد ماخذ ماشي احد محمد حمد قاعد يعطي ابو حمد عطى بالجول عبري جول 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 عبري جول جول الله حلوه حلوه حميد حلوه حميد يا حميد حمد ابو حمد صنع كره حلوه مش فتحي ماشي فتحي ماشي فتحي هو الجول هو عطاها بسبب الدخيل جول 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 لا اوف سايد اوف سايد اوف سايد تسلل عطاها فتحي فتحي فوتها لنفسه ماشي فتحي يعمل فاول يعمل فاول يعمل فاول مشى فتحي طلع في عرض الملعب وصل الدخيل ها جول 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 حلوه سامعين الجمهور ليه منتخب الكويت الاهلي
خويا الازرق يلعب الساحه ويصفر حكم المباراه الهندي معلن نهايه الشوط الاولاني. والاردن نيبال وقطر والسعوديه بدات المباراه. توصل الى مرة عبد الله علي الماليزي في عرض الملعب بيد احمد الطرابلسي حارس مرمى منتخب الكويت الاهلي. العنبري كره مع العنبري ماشي العنبري قدام الجول العنبري بيحطها بالجول حط العنبري حط مرمى ضعيف فوق العارضه. حسين محمد احمد طرابلسي حسين محمد ما في احد بالجول كره خطره طلعها ابراهيم دريم عبد الله معيوف طويله فتحي حصلها فتحي بيحطها فتحي في حارس المرمى. في اللعب تطلع الكرة ويصفر الحكم معلن نهاية المباراة نتيجة 2 منتخب الكويت الأهلي. شكرا. هذه فقرة اخونا ابراهيم حبش معلومة سريعة بس عن هالمباراة عشان بعد شوية قبل الثمانين عزيز للتوضيح بس ان هذا يعني السلام الاميري مو النشيد الوطني كان سلام الاميري. المباراة كانت في 3 يونيو 1976 ما كانت في طهران كانت في استاد رضا بهلوي في تبريز. اتوقع تغير اسمه ايه في تبريز ما اعتقد رضا بهلوي. عموما كانت كأس آسيا في الدور الاول ومثل منتخبنا في المباراة بشكل سريع طرابلسي في حراسة المرمى حسين محمد عبد الله معيوف بعدين تبدل ودخل عدنان عبد الله ابراهيم دريم رضا معرفي فاروق ابراهيم وتبدل دخل صالح العصفور الله يرحمه فاروق ابراهيم سعد الحوطي حمد محمد فتحي كمير فيصل الدخيل والعنبري. انت ما كنت لا لا ما جاسم وينه لا ما كان موجود زين ابو سعود انا اتمنى يعني من اخوي ابراهيم حبش زين عنده ما شاء الله تبارك الرحمن يعني الكميه الكبيره من الارشيف الرياضي وانا اعتقد بعد ما عنده بس كره القدم اعتقد حتى الالعاب لا وما شاء الله العاب الثانيه يعني بعد اتمنى يكون يعني في تعاون مع شركه فول ماتش زين نعم. الانتاج المباريات القديمه يكون في تعاون بينهم او اجتماع بحيث احنا كمادة جميلة جدا تفيدنا نعم. وتفيد نعم. الرياضيين والله هو متعاون مع الكل أمانة نعم. أنا مو يعني ترى مو عشان تعاون معنا لكن كثير من اللاعبين عمل لهم مشروطة فيديو وكثير من اللاعبين وكثير من الشخصيات وعدوا بتكريم وكش توفيق وكثير من يعني هذا الرجل صراحة اللي يستحق أيضا أي والله أي والله عزيز عزيز إذا في يعني مجال الاخوان في الماتش يعني يقعدون نعم. مع ابراهيم بالعكس بالعكس, بالعكس. ويكون في اجتماع ويتفقون مع بعض من نعم. من, من راس الراس امانه يعني. مجراح اخونا ابراهيم حبش يستحق الاهتمام طبعا. على مستوى الدوله مو على مستوى وزاره الاعلام على الاقل لان رجل صراحه يملك بالارشيف ما شاء الله لا من اساس من الفيديوهات او حتى من الصحف الرياضيه القديمه الله يعطيك العافيه وهذا الشيء وترى هالفقرة هذه اعتبرها منا احنا في برنامج الديربي تكريما لك وانت تستحق والله وخاصة ان الفقرة اطلقنا عليها اسمك الكريم يعني هذه كنوع من التقدير والتكريم للمجهود اللي قاعد تبذله يا مجرح عزيز واذا في يعني من خلال الاجتماع او يعني ممكن عنده طلبات اخوي ابو جراح ان كل فيديو ينزل له يكون له لوجو هو خاص نعم. بحيث انه يعرف ان هذا الارشيف نعم. حق ابو جراح شوف عبد العزيز بالعكس انتم بيض الله وجهكم على هالفقره هذه ليش؟ لان يمكن احنا لحقنا على 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 ابداعات اخونا ابراهيم حبش ابو جراح واللي جيل اللي قبلنا يعرف منهم ابو جراح اليوم انت لما 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 تنزل الفقره هذه الجيل الحالي والجيل اللي قبله يعرف شنو هالرجل هذا وشنو تعب الرجل هذا لاني انا اذكر بيوم من الايام يا طول العمر كنت انا اروح بعض المباريات المراحل السنيه القاه يصور صحيح مباراه الفريق الاول القاه يصور صحيح. ترى يا جماعه ترى العمل مو سهل انت لما تجي قبل مباراه بنص ساعه مباراه ساعه ونص وعقبه يبي مجهود يبي مجهود وكرتك شايل وبرد وحار فابسط امر بيض الله وجهك عبد العزيز انت اخوان لا بيض الله على هذه لان العال لازم يتداول اسم هالرجل هذا الرجل اللي تعب وما قصر في 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 تعبه لابد انه
العالم تشوفه التعب هذا ويجزع نعم. عليه يعني صراحه. سلام الاميري. اي يعني زين ذكرت صح، ما كان اسمه النشيد الوطني، كان اسمه السلام الاميري. نعم. وكنا لما نوقف فعلا مع المنتخب ولا نوقف فعلا حتى مع مثل النهائي وهذا، ما كنا يعني ما في شيء نقول، ما ترددوا ما ماكو شيء نقول، عكس اللي الحين النشيد الوطني ونقول نعم عاد اشكره الكويت سلام. ونشكر احمد عدواني الله يرحمه، هو اللي طبعا كلمات ابراهيم الصور الله يرحمه والحارث كلمات عشان عدوان، نشكر احمد عدوان والحارث ابراهيم الصور. بس انا بقول ان شاء الله نشكر ابو جراح، بس انا بقدم له الشكر بصراحه لانه قاعد يذكرنا بالقديم بالفريق القديم الماضي الجميل. الماضي الجميل. شكرا كابتن محمد كرم. توقعك الكويت والبحرين باكر؟ البحرين لا، الكويت 2-1. بو دكتور ان شاء الله خوفين والله. 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله الكويت 2-0. الكويت 2-0. انت خرعتونا، خلوا تقول البحرين، البحرين خرعونا مثل لعبه الاردن، خرعتونا خرعتونا طلع الاردن فريق. ما انا اقول لك نحترم فريق البحرين وبالعكس ونقدره الحساب، لكن ان شاء الله الكويت. احنا ما نقول كذي او توقعاتنا الا من حبنا للمنتخب. صحيح صحيح. يعني ودنا منتخبنا يطلع بصوره حلوه ان شاء الله 2-1 الكويت باللي احنا قلنا. نعم. فزورتنا امس عرضنا صوره ل طبعا العمالقه الكبار معروفين ما يحتاج. قلنا منو اللي بالنص؟ تعرف ابو علي؟ اي حسن عاشور. أي الله يرحمه. حسن عاشور رحمه الله عليه، لاعب العربي السابق اللي فاز معانا واللي يتعرف على الاجابه الصحيحه خطيب، مكتوب خطيب اس اي الخطيب اس الخطيب. مبروك، تواصلون معاك الاخوان في شركه هايجين. نذكر فزورتنا اليوم والجائزه النقديه والعينيه من هايجين مدرج. اين الكره؟ طبعا هذا هدف مدرج الرائع جدا. هذا لما تقول 35 ماي 36 شفت رقم 4 يا ابو سعود؟ انا شايف امس هذا شايل المنتخب دير امس شايف شفت رقم 4 اوكي قششتكم ترى. شكرا محمد كرم، شكرا دكتور محسن العنزي، شكرا محمد عدوان. الساعه 8 ان شاء الله. دعواتكم للازرق بالتوفيق باكر ان شاء الله. حلقتنا يعني بناء على طبعا توجيهات اخونا احمد الفضلي كدعم، ايضا مو دعم، خلينا نقول كمتابعه للاحداث اول باول، وحرصا من الاخوان في قناه الاي تي في ان تكون البرامج متابعه للاحداث اولا باول. ونشكر اخونا ابو حمد يعني على دائما تركيزه على هذه الامور الفنيه البسيطه نوعا ما لكنها كبيره في بحق مشاهدينا. ان شاء الله باكر راح نطلع الساعه 12 بالليل، فندعوكم ان شاء الله لمتابعتنا ان شاء الله باكر بتوقيت مختلف، بس حلقه باكر. ايضا ننوه ان ان شاء الله فقره ابراهيم حبش ستكون معنا حسب المتاح وحسب الايام اللي يعني يزودنا فيها اخونا ابو جراح بفقرات كذي قديمه جميله تعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله راح تكون فقرات لانديتنا مو بس حق المنتخب. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه، معقمات هاجيم يابيرين، الشكر لاطياب المرشود، الشكر لنظارات كيفان، الشكر لمركز عبد الله تقي الاغمشه، الشكر ليامل الكويت، الشكر لمطعم السبعينات، الشكر لمنتجع سراييفو، الشكر لدير اندير، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاء جيفا وزيز في الكويت، الشكر ليامل الكويت، الشكر لمعرض بريمير سبورت، الشكر لمعرض اسد للملابس الرياضيه. الى اللقاء.